اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي متابعي قناه زواي. طبعا اليوم رجعت لكم فيديو جديد معكم يحيى من قناه زواي. طبعا اليوم فيديو الشباب انه ما راح نلعب ولا مباراه ولا راح نسوي شيء، مجرد انا راح اغرز لكم مباريات من التي في رويال وراح اناقش معكم موضوع مهم عن يعني القناه، عن جدول القناه. زي ما انتم شايفين يعني نشتغل المباراه، راح نشاهد المباراة وبنفس الوقت راح احكيكم. شباب طبعا بهاي الاوقات القناة ماكو غير لعبة واحدة اللي هي كلاش، فراح تشوفون ان كلاش خمس الى سبع مرات في الاسبوع، من خمس الى سبع فيديوهات في الاسبوع الواحد يا شباب. بس ان شاء الله بالتعليقات استراتيجية يكتبها يعني، حتى بس ما تكون مأخوذة من أي قناة على اليوتيوب أو من أي شخص على اليوتيوب، وما هي على اليوتيوب يعني من أي شخص ما أخذها، من مدونة على الإنترنت جوجل أو أي مكان شخص. أي هو استراتيجية وقتها حتى نستعرض هناك جنبية ونصح الأخطاء اللي تكون بيها، مثلا يجوز ما بيدفع جوي، يجوز يشير شباب الشرح تبتدي يستخدم وما تنسون يعني طبعا شباب اعتقد ما مينا على مود الالعاب. اي شخص عنده لعبة يريد يلعب جو او دعم السلسلة عندي بالقناة بس خليك تبي جو بالتعليق تحت اسفل الفيديو، ان شاء الله ما شاء الله تبلش نلعب هاي اللعبة حجمي ومن بعدين نجيب نجمي في نفس استراتيجية تبع حشوة. الأزرق يا أمي سيدي طبعا الاستراتيجية سنتين مكلمين، بس أعتقد هذا غلط لا تقولون يحيى بس جاي اصور وخلاص. لا راح نجم لكم نجمة سريعة نزل باربار هيت اوكي نزل ايش نزلتو Yeah.
هايدا رهيبة. أنا توقعت برنسس تموت إذا بي واحد من الأسوأ، بس أعتقد يبغى يخسر معاشها. لو كانت قوية ضروري تقتل برنسس. شوف بلكي ما تونت معنا يطلع عندي شيء وين اللي بدي اتمنى يا شباب يكون الفيديو نال اعجابكم. كان معكم وائل من قناة ذوي، لا تنسوا لايك شارك وتعليق. مع السلامة.